يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. عاد الدوري الممتاز، عادت اثاره الدوري الممتاز، عادت قوه مباريات الدوري المصري الممتاز. بدانا الدوري ده بشكل رائع جدا، وما اكذبش عليكم كنت قلقان شويه ان يهبط الاداء، يهبط المستوى، تهبط كمان اثاره النتائج، لكن ما زال الدوري المصري من الاسبوع الاول هذا العام تحديدا عام استثنائي وموسم استثنائي في المستوى في الدوري المصري. كل الفرق بتؤدي مباريات كبيره، كل الفرق تؤدي مباريات رغبه اولى فيها هي الانتصار والثلاث نقاط. النهارده مباراه قمه حقيقيه بين الزمالك وبيراميدز، فاز فيها الزمالك 3-2، ومباراه اخرى جماهيريه كبيره فاز فيها الاهلي على الاتحاد السكندري 1-0. هنتكلم كتير عن المباراه ديت، هنتكلم كتير عن متعه الدوري واثاره الدوري، الدوري اللي بجد بجد بنحبه مهما كانت الظروف، مهما كانت التفاصيل، مهما كانت التوقفات، مهما كانت المشاكل، مهما أي حاجة بتحصل في الدوري المصري له متعة خاصة جداً.